احتفلت الفنانة المصرية هاجر أحمد في اليومين الماضيين بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد الحداد شاب من خارج الوسط الفني، وتم الحفل في أجواء عائلية هادئة بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس وسط حضور عدد من الأقارب وأصدقاء العروسين المقربين. وتألقت هاجر أحمد بالفستان أو بالجمبسوت الأبيض ومكياج بسيط بالحفلة، ونشرت وقتها عدة صور لها مع زوجها عبر حسابها على انستغرام، ثم علقت وقالت: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي، يا رب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا. اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضى. وقد أثار زوج الفنانة الشابة جدل كبير بين الجمهور بسبب التشابه الكبير بينه وبين الفنان تامر حسني، وفقا لما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي سائلين عن هويته أيضا. فمن هو زوج الفنانة هاجر أحمد؟ أحمد الحداد هو رجل أعمال مصرية من مواليد عام 1987، بينما زوجته الفنانة هاجر أحمد من مواليد عام 1994، أي أن فارق العمر بينهما يبلغ 7 سنوات. ويصف نفسه بالريادية، وهو مؤسس شركة تجارية كبرى للسيارات ويمتلك معرض لتجارة السيارات الفارهة. وفي الساعات الماضية نشرت الفنانة هاجر أحمد أحدى صور لها مع زوجها أحمد الحداد، ثم علقت على وقالت: سيد الرجال وأحنهم وأحسنهم خلقا. ليرد عليها زوجها وقال: بحبك يا أجمل هدية من ربنا. كما أنه نشر عبر حسابه على انستغرام أيضا صور من حفل عقد القران، ثم علق وكتب تاريخ عقد القران وقال: زوجتي. وأستعرض معكم الآن بعض الصور والفيديوهات من حفل عقد القران. ألف ألف مبروك للعروسين. شقيقة أحمد سعد الدين، الآنسة هاجر أحمد سعد الدين، البكر البالغ الرشيد لنفسي وبنفسي على كتاب الله وعلى سنة رسوله ألف مبروك. حماده تقول كلمه لهاجر وعارفها. مبروك يا هاجر ومبروك يا حداد، ربنا يكرمكم يا رب. حداد حبيبنا وخناتنا من السماء حبيبي. السلام عليكم. حبيب.
معايا بليز معايا ثانك يو.